هي ملاك من السماء وانا مش هلاقي ابدا ضفرها. اسباب الطلاق كتيره جدا، يعني ما تحصلش في سبب واحد. شرسانه يمكن لو نزل عليها لمؤاخذه بعد احترامات الاختي الدور يمكن ما تعرفش تعمل نفسي. ممكن نقول ان 80% من اسباب الطلاق ممكن بسبب الحموات وبسبب فعلا ضيعتها من ايدي الشغلانه دي. بس يعني تحب تقول لها حاجه تانية؟ بقول لها انت غالي عندي واولادي اغلى حاجه عندي في الدنيا ديت، وانت استحملتي اللي محدش يستحمله، وانا برجو يعني اللي احنا نرجع لبعض. بس نتمنى كده يا رب يا رب والله، عشان خاطر البنتين اللي ما بيننا، ودي رساله بقولها لك، ويا رب يوفقك معايا يا رب ونرجع لبعض. على خبره بالدين او على خلفيه كبيره من الدين، فتقدر ان انت تنصح حتى الشباب اللي لسه متجوز، فتقول لهم ايه او تنصحهم بايه من حيث الدين برضه؟ بص حضرتك، هو يعني اعتماد الشاب اولا ان هو بيبص طبعا للشكل او للمنظر، ديت اهم شيء نقطه عنده، ان هو يعني كل تركيزه على الشكل، ان انا عايز واحده مواصفاتها مثلا شكلها كذا كذا نفسي. يعني انت شايف ان الجواز المبكر هو السبب؟ مبكر وعيال صغيره بتتجوز. الشباب اللي لسه متجوز تقول لهم ايه؟ يعني ما انا بقول لحضرتك المساله، لابد ان انت ايه يعني قبل ما تقبل على الزواج يبقى لابد يبقى في وعي، لابد يبقى في ثقافه. انما نجي نبص مثلا نلاحظ شاب مثلا ايه بيبص على ايه، بيبص للفتاه على مثلا على جسدها، على شهوه معينه، وطبعا الشهوه ملوله بعد ما بتجوز خلاص انتهى الشهوه، انتهت مع مرور الوقت مع مرور الوقت بيبدا بقى الملل والكلام، بيبدا بعد كده بقى ايه اصطدام فكري بقى. الشاب متهيأله ان الزواج يعني متعه جنسيه او كده، لكن بعد الزواج يلاحظ ان في مسؤوليات، في امور، في اصطدام فكري، في فهنا بنلاحظ على طول. يعني نلاحظ مثلا ناس كتير قوي متزوجه عن حب، وبعد كده ايه اللي يحصل؟ خلاص مفيش، ومجرد ما اي مشكله تاجي مفيش بقى تفاهم، مفيش وعي. لا انا اللي انا اقصده اللي في زمان كان في بتتجوزوا سن صغير ومع ذلك ما كانش في حالات طلاق زي اللي احنا بنشوف. مفيش. ليه؟ ليه ايه السبب؟ ليه احسن هي عايشه على النايطي، بتروح تجيب نايطي والبتاع الديفر دي ولا مش عارف ايه، ولا بتعرف تطبخ ولا بتتنايل بنيله. ها طيب انا متجوز ان انا كل يوم اجيب لها دي فريق جدا. دور الاسره ما بيلعبش دور كبير في مرحله الطلاق؟ يعني يهدي الامور، يصلح، يعمل، احنا ما بنشوفش الكلام ده في الوقت الحالي الا من رحم ربي. ممكن نقول ان 80% من اسباب الطلاق ممكن بسبب الحموات وبسبب الاسره والكلام ده. ممكن حاجه تافهه بتتحول لحاجه كبيره. حابب بس اقول حاجه واحده، ان يعني ايه ما عادش فيه تفاهم، ما عادش فيه يعني ايه عقلانيه. يعني الرجل مثلا لا يلتمس لامراته عذرا، ولا المراه تلتمس لزوجها عذرا، على أتفه الأسباب تقام مشاكل كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة عائشة رضي الله عنها في ليلتها، هذه ليلتها خلي بالك، فصنعت السيدة زينب بنت جحش طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، صنعت له طبقا من الحلوى، فأرسلت الغلام إلى بيت السيدة عائشة. السيدة عائشة طبعا لما شافت الطبق من الحلوى، السيدة زينب هي اللي عملاه في غير ليلتها، طبعا هي غارت، ليه بتصنع طبق من الحلوى في غير ليلتها؟ يعني كأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم نحن هنا لا تنسانا، صح ولا لا؟ فالمهم ايه، فقامت الى النبي صلى الله عليه وسلم، الى يد النبي لما تناول الصفحة، فصفعت يد النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت الصفحة، الطبق وقع فانكسر الطبق وسقطت الحلوى. لو ده حصل النهاردة الدنيا تتقلب، لو طبق بس وقع، صح ولا لا؟ صح. طيب صح. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل صفعها على وجهها؟ هل ضربها؟ هل طلقها؟ والصحابة جالسون خلي بالك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه وابتسم في وجههم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم والتمس لها عذرا، والغيرة أمر ليس بيدها. الغيرة أمر إيه؟ ليس بيدها. غارت أمكم، ثم نظر إليها وقال: يا عائشة إناء بإناء. يعني أنت كسرت لها طبق، ودي لها طبق إيه؟ ودي لها طبق سليم، صح، وانتهت المشكله. لا يعني لا طلاق ولا مشكله، ولا راحت لبيت اهلها، ابسط الامور، يعني الامور كلها سهله وبسيطه، ما في يعني يبقى في تفاهم. تنصح ايه الشباب الصغير اللي لسه متجوز؟ الشباب الصغير عمره ما يتجوز، وبنصحهم الا لما يكون عنده 20 سنه يكبر راجل ويتحمل المسؤوليه، ويتحمل المسؤوليه، والست تتحمل المسؤوليه. يعني انت شايف اللي حلال الطلاق اللي سببها باختصار شديد في نقطتين عشان نعرف اللي احنا نعرضهم بشكل ان هم عيال بتتجوز، عيال بتتجوز مش فاهمين حاجه، مش فاهمين حاجه، مش فاهمين حاجه. والواحده تمسك البتاع، اهم حاجه ان هي لها شقه، ها، وعدت مره باقه، ها،
ولا عارفه مسؤوليه ولا عارفه اي حاجه. انا اتمنى منكم يكون في عمل معمول في حاجه مش طبيعيه. اللي انا اضيع شغلانه ب 4000 ريال واجي يعني ما حدش طايل في جمهوريه مصر العربيه دي فعلا. كنت شغال امن في الحرم وبتمنى اللي هي تسامحني بس عشان خاطر بنتين اللي ما بيننا، وانا الغلط ماسكني من فوق لساس الراس وبعترف بغلط وانا هحاول اعدل من نفسي بس هو... هي بيبعت لحضرتك رسالة يعني نتمنى من ربنا ومن ثم من حضرتك انك تقبل عذره، وهو هو عارف غلطه دلوقتي ويا رب نكون واللي انت بصي واللي انت تطلبيه مني انت جزمتك فوق راسي يا ام ولادي.